نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، ترأس وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط وفد مصر في القمة الكورية الجنوبية الأفريقية والتي تعقد في عاصمة كوريا الجنوبية سول، ذلك بمشاركة 48 دولة أفريقية. وتعكس الشراكة بين مصر وكوريا الجنوبية عمق ومتانة العلاقات بين البلدين وتطورها بشكل كبير خلال السنوات الماضية، لا سيما في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي. وتكللت تلك الشراكة باختيار كوريا الجنوبية مصر كشريك استراتيجي لخطط التعاون الإنمائية لدولة كوريا الجنوبية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ذلك للفترة 2021 حتى 2025. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر من أنباء بشأن إصدار قرار برفع الدعم عن الأسمدة الزراعية بدءا من الموسم الزراعي المقبل. ومن جهتها شددت وزارة الزراعة على استمرار الدولة في دعم الأسمدة الزراعية باعتبارها مكونا رئيسيا لتحقيق الأمن الغذائي وتيسيرا على المزارعين لرفع العبء عن كاهلهم. أكد وزير البترول طارق الملا أن الشراكة مع الشركة الألمانية تعد نموذجا للشراكة الاستراتيجية الناجحة. جاء ذلك خلال استقبال الوزير الرئيسة التنفيذية لشركة هاربور إنرجي ليندا كوك، والتي تعد إحدى أكبر الشركات البريطانية العاملة في مجال البترول والغاز والطاقة بشكل عام. وعقب اللقاء شهد وزير البترول توقيع اتفاقية استحواذ شركة هاربور إنرجي البريطانية على مناطق امتياز شركة فيرتشال أو فينتشال دي الألمانية في مصر. جذبت عملية الطرح الثانوية لأسهم شركة النفط السعودية العملاقة أرامكو طلبات تزيد على الأسهم المعروضة للبيع خلال ساعات من بدء تلقي الطلبات اليوم، في صفقة تاريخية يمكن أن تجمع ما يصل إلى 13.1 مليار دولار. ومن المقرر أن تتلقى البنوك المشاركة في العملية طلبات المستثمرين من المؤسسات حتى يوم الخميس، ذلك قبل أن يبدأ التداول الأحد المقبل في البورصة السعودية بالرياض. وسيكون الطرح مقياسا لجاذبية الرياض للمستثمرين الأجانب، وهو عنصر رئيسي في خطة المملكة الطموحة لتنويع موارد اقتصادها. أفاد بيان من منظمة أوبك بأن تحالف أوبك بلس اتفق على تمديد شريحة من تخفيضات إنتاج النفط في عام 2025 بأكمله، ذلك بعد اجتماع المجموعة اليوم بالرياض. وأظهر البيان أن جميع دول أوبك تحدد لها نفس مستوى الإنتاج المطلوب في عام 2025 مثل عام 2024، باستثناء الإمارات التي ارتفع إنتاجها إلى 3.5 مليون برميل يوميا بزيادة تقدر ب 300,000 برميل يوميا. وذكر البيان أن الزيادة الإماراتية ستتم تدريجيا على مراحل ابتداء من شهر يناير من عام 2025 حتى نهاية شهر سبتمبر من عام 2025. ذكرت وزارة الطوارئ الروسية أن 3 أشخاص أصيبوا جراء اندلاع حريق في مصفاة لتكرير نفط مملوكة لشركة النفط الروسية الكبرى لوك أويل في منطقة أختا شمال غرب روسيا. وأكدت الوزارة أن 74 من العاملين يعملون على إخماد الحريق الذي نشب بأحد الصهاريج في المصفاة الواقع على بعد 4 كيلومترات من أختا، دون ذكر تفاصيل عن الإصابات.